يوسف غمض عينيه وفتحها لقيهم معين رئيس خدم جديد بقى. الواحد تعب، ست سكينه متعبه جدا، ما بتستحملش تشوف واحد قاعد على جنب يريح ولو حتى دقيقه واحده. معلش بقى يا عم امين، كل شغلنا اللي هي متعبها. شغلنا عندنا متعبه اكتر يعني. اسهل حاجه عند ست سكينه تطلع تشتكي لمربي وللهانم، وهم اسهل حاجه عندهم ان هم يطردوا على طول. زي ما تقضي البنت غربانه اللي اسمها ضحى دي. فاكر ضحى يا ماهر؟ مين ضحى؟ ضحى البنت اللي اتهموها انها سرقت عقد فخر هان. دي كانت ايام سودة، ايام سرقة عقد فخر هانم دي. البنت بقى اللي اتهموها بسرقة العقد اسمها ضحى. صحيح، اظن كان اسمها ضحى. اظن؟ هو انت نسيت اسمها ولا ايه؟ معلش بقى، اصل من كتر الاسامي اللي بتورد على الواحد طول اليوم بقيت بنسى زي العواجيز بالظبط. لا بس انت بالذات ما ينفعش تنسى ضحى ولا تنسى اسم ضحى. ليه يعني؟ وانا شغال معاكم في السيرفيس؟ انت ما تنساش، لان انتوا شغالين مع بعض ووشكم في وش بعض، اكلين شاربين نايمين بيتين سوا. انما انا افتكر واحده شغاله هاوس كيبنج ليه يعني؟ عشان كان عينك منها؟ الكلام الفارغ ده. لا ده مش كلام فارغ، فرح قنديل عينك ما نزلتش مع ضحى. فتخرف يض. انا عمري ما عيني جت على اسمها ضحى دي، ولا فاكرها اساسا. طب انا صوت البيت تيجي معايا ولا هتروح؟ لا انا هروح. تيجي تشرب حاجه؟ لا انا هروح.